بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كتاب مهندس موقع، ملاحظات هامة وسريعة عن حدادة السقف الفلات سلاب. يتم وضع حديد إضافي علوي عند الأعمدة حسب التصميم. عادة شبكة الحديد العلوية في السقف الفلات بتكون محطوطة شرينكج، يعني محطوطة علشان الانكماش مش عشان تحمل الأحمال اللي بتكون موجودة عليه. الأحمال الرئيسية اللي بتكون موجودة في الشبكة العلوية عند العزم السالب النيجاتيف مومنت بيكون عند الأعمدة، فبنحتاج لشبكة حديد أعلى الأعمدة، خاصة الأعمدة الموجودة في منتصف البحر بيكون عليها العزم في الاتجاهين، فبنحط شبكة حديد في الاتجاهين. طبعا حسب التصميم عادة مثلا بيكون سيخ طوله 3 متر في الاتجاه القصير، والسيخ طوله 4 متر مثلا في الاتجاه الطويل، وعادة بيكون 6 16 في المتر. يعني أنا بس بدي مثال بحيث إن احنا نتفهم ونتخيل الأمر. بالنسبة للحديد الإضافي اللي بيكون على الأعمدة اللي بتكون على دائرة المبنى، على محيط المبنى، بيكون الإضافي موازي للواجهة، وعادة بيكون مسافة 1 متر، 6 12 أو 6 16 حسب البحر والأسبان اللي موجود. والأعمدة اللي في الأركان ما بيكونش عليها حديد إضافي، يعني ده في الغالب. وطبعا احنا بنطبق اللوحة بتاعة التصميم اللي بتكون موجودة، فبنحتاج لحديد إضافي علوي عند الأعمدة غالبا. بشكر حضراتكم وبسألكم الدعاء لي ولأبي ولأمي، وجزاكم الله عز وجل خيرا كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.